جابر طبعا احد نجوم النادي الاهلي، ويمكن ميدو جابر كان ليه دور كبير خلال الموسم سواء في بطوله الدوري وفي بطوله الكاس وايضا دوري ابطال افريقيا. ميدو ببارك لك طبعا بطولتك رقم 2 مع النادي الاهلي بعد بطوله الدوري. حبيبه اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. والله يعني البطوله دي بقى لها فتره كبيره مش موجوده في النادي الاهلي، وده الحمد لله ربنا وفقنا النهارده. اللعيبه كلها كانت رجاله، هو ده النادي الاهلي وادي شخصيه النادي الاهلي، ونصيب جمهور الاهلي هو جمهور الاهلي لازم يفرح، واحنا كلنا بنفرح في السنه الاخيره، وادي قيمه النادي الاهلي. والحمد لله ان احنا حققنا الفوز النهارده، وكان مهم جدا ماتش النهارده والبطوله دي كانت مهمه جدا ان اكون موجود في النادي الاهلي في الفتره دي. يعني الحمد لله. مركزين ازاي كلاعيبه قبل المباراه عشان ترجعوا البطوله دي للنادي الاهلي؟ لا لا والله احنا كلنا كنا مركزين بصراحه ان البطوله دي بقى لها فتره، زي ما انا قلت لك يا امير، البطوله دي بقى لها فتره مش موجوده في النادي الاهلي، ودي جديده على النادي الاهلي، يعني لازم البطولات كلها تكون موجوده جوه النادي الاهلي. فالحمد لله ان ربنا وفقنا النهارده، واللعيبه كلها كانت مركزه والجهاز الفني والجمهور كله بصراحه يستحق انه يفرح بالبطوله دي لانها متغيبه بقى لها فتره. فالحمد لله ربنا وفقنا النهارده، حتى لو الفوز اتاخر بس هو ده النادي الاهلي، يعني في اي وقت بيرجع الحمد لله. انت عامل موسم جيد مع النادي الاهلي، لكن الفتره الاخيره بيواجهك سوء حظ شويه، بتتعامل مع الجزئيه دي ازاي؟ لا والله، هو يعني انت بتجتهد وتتعب وبتعمل اللي عليك، واللي ربنا كاتبه بيكون ايا كان. يعني ممكن تكون واقفه معاك شويه، ممكن يعني مش ماشيه شويه، بس عادي، انت ما عليك انك تجتهد وتعمل اللي عليك، واكيد ربنا مش بيضيع تعب حد. والحمد لله انا موجود، غيري موجود، اهم حاجه البطوله بتكون موجوده في النادي الاهلي، ونحاول نسعد الجمهور دايما ان شاء الله. يعني شكرا حبيبي، ربنا يخليك. لسه مكملين من داخل